الغزة مع ضيفتنا نسمة الحلبي، هي أعلامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. اليوم نحكيه على 1756 طفل شهيد بخلاف الجرحى. لحد الآن ما نعرفوش قديش من طفل جريح وفي أي ظروف قاعدين يعيشوا. نحبوا نحكيه شوية على الظروف متاع الأطفال مع نسمة. نسمة صباح خير ونهارك زين. مرحبا بيك نسمة، إن شاء الله تكون بخير قبل كل شيء. وأول حاجة أعطيني فكرة على الأوضاع هذا صباح ما بين البارح في الليل واليوم، كيف هي الأوضاع في غزة؟ الأوضاع في قطاع غزة بالكامل تزداد سوءا منذ ساعات مساء أمس، وحتى طلوع هذا الفجر لم تهدأ طائرات الاحتلال، لم يتوقف القصف أطلاقا. وخلال 24 ساعة الماضية ما يزيد عن 35 غارة، وعندما نتحدث عن غارة إسرائيلية فهذا يعني أن هناك عدد من المجازر الكبيرة التي تستهدف الجميع بلا استثناء. في قطاع غزة لا توجد منطقة آمنة، عندما يرسل المناشير والتحذيرات ويقول انتقلوا من شمال القطاع إلى جنوب المنطقة التي تعرف بجنوب وادي غزة، فهذا أيضا هو عبارة عن خدعة، لأن الليلة الماضية شهدت العديد من المجازر في هذه المنطقة الآمنة، ووقع ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين أيضا حتى هذه اللحظة تحت الأنقاض. وللأسف أعداد كبيرة من هذه الاستهدافات طالت عدد كبير من الأطفال الذين للأسف عندما نشاهد صورهم والطرق البشعة التي يموت بها نأسف على هذا العالم غير القادر على حماية هذه الطفولة وهذه البراءة. وهذا يثبت لنا في كل يوم أن الاحتلال لا يفرق أبدا، وعندما يقول بأنه يقاتل حماس كما يزعم فهذا أمر خاطئ تماما. الخديعة والكذبة الكبرى. نعم، هو يقتل كل فلسطيني إن كانت امرأة، إن كان كبير في السن، إن كان طفل، على مرأة ومسمع من العالم للأسف. نسمع في هالظروف هذه معناها تو واحد ما نجمش يتحدث على دراسة أو تعليم، أو نتحدث عن نقص في الطعام، نقص في الأدوية، نتحدث عن أصلا أطفال حياتهم مهددة، برشا شهداء أطفال، يعني فقدان الإحساس بالأمن اليوم بخلاف الحرمان اللي عايشينه هذي كل. انتوما كنشطاء في المجتمع المدني قادرين تتوفروا حاجة؟ كيفاش قادرين عاملين؟ أعذريني، الآن هناك قصف قريب من المنطقة التي أصف بها في هذه اللحظات. أعذريني لم أستمع لسؤالك جيدا، ولكن يعني إن كنت تتحدثي عن أي خدمات تقدم في هذه الأزمة للأطفال. بالضبط. لا يوجد يعني التعليم يعتبر جانب من الطوالب الرفاهية الآن، لا مازال الحديث عن تعليم إطلاقا. الآن نتحدث عن أي مقوم من مقومات الحياة. الكل يبحث عن آمن يجلس به هو وأطفاله حتى يبقى على قيد الحياة. الحفظ الحياة صار هو الأمر الأهم والأولوية الكبرى، ومن ثم نبحث عن الغذاء، نبحث عن الشرب، نبحث عن المأوى. حتى لا يوجد مأوى. عدد كبير من العائلات التي نزحت، يعني إن كان يستحضرني الرقم ما يزيد عن 1,500,000 مواطن نازح من منازله، تخيلي، منهم من يقعد في الشوارع لساعات وساعات. وبالتالي يعني الأمر غاية في الصعوبة، وعندما يتحدثوا عن دخول إمدادات أو مساعدات فهذا الأمر لا يفي إطلاقا بما نحتاج إليه اليوم في قطاع غزة في ظل هذه المجازر وهذه الحرب الضروب. نحن بحاجة لإنقاذ سريع، لأن تقف هذه الغارات، يقف هذا العدوان الشرس الذي يحرق دفء البشر والحجر هنا في غزة. غاية في الصعوبة، يعني إن كنت لأني ربما لن من أن أستكمل هذا اللقاء أهدوريني، الوضع غاية في الصعوبة هنا، ولكن فيما يتعلق يعني من واجبنا أن نوصل الرسائل حتى في ظل كل ما نتعرض. تقريبا قوات الاحتلال قتلت ما يقل عن 1,800 طفل جراء عدوانها حتى اللحظة منذ 27 أكتوبر الجاري. 27 طفل أيضا استشهدوا في الضفة الغربية في الأحداث في هذه الفترة،
وهذا يعني أننا نتحدث عن معدل 120 طفل تقريبا يوميا يسقط في قطاع غزة والضفة الغربية، والجن الأكبر في قطاع غزة بفعل العدوان، وللأسف أعداد الشهداء لمن فيهم الأطفال هي غير نهائية، لأن نحو 1500 شخص لا زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني، من بينهم بالتأكيد عدد كبير من الأطفال. وأيضا على الصعيد الإنساني عزيزتي، 130 طفل من الأطفال الخدر في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في المستشفيات، عدد كبير من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وهناك إمدادات الوقود اللازم لتشغيل هذه المستشفيات التي ترعى الأطفال الخدر، وهذا الأمر يهدد حياتهم بالخطر في كل لحظة. نسمع، هل تقومون بتوثيق الانتهاكات هذه في هالفترة اللي قاعد تقوم بها سلطات الاحتلال من اغتيالات، اعتداء على الطفولة، فما عملية توثيق أنتم كمجتمع مدني تقوموا بها؟ نعم، هناك توثيقات قدر المستطاع. الحركة في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه صعبة للغاية، حتى المناطق، يعني أنا أحدث الآن من منطقة كما يزعمون أنها منطقة أمنة، ولكن الآن ضربتين شديدتين في ذات المنطقة، لا نعلم تحديدا ما هو الهدف هذه المرة، وبالتالي الحركة، يعني إن كنت تسمعيني الناس من حولي يقولون، يعني يخبروني بأن أتحدث الآن عبر منبركم، لأن الناس تموت، لا تجد من يدفنها، لا نستطيع أن يعني نمسك جنازات، لا نستطيع أن نجمع الأشلاء أحياء. تظنين العبارات والمشاهد صعبة للغاية اليوم في قطاع غزة، وبالتالي عملية التوثيق صعبة للغاية في ظل وجود مفقودين تحت الركام حتى هذه اللحظات، وفي ظل يعني هذه الهزمة الشرسة في الساعة الواحدة، أو دعيني أقول في الدقيقة الواحدة، قد تكون طائرات الاحتلال بشن ما يزيد عن 50 إلى 60 غارة في ذات الوقت. لك أن تتخيلي كيف يمكن لمن يوثق أو ينقذ أو يقوم بالإسعاف أو بسيارات الدفاع المدني لإزالة الركام، كيف لها أن يعني تستطيع أن تواكب هذه المجازر في ذات اللحظة؟ وبالتالي الأمر غاية في الصعوبة. عملية التوثيق نأمل أن نتمكن منها كما يجب، ولكن الأمر بفعل صعوبة التنقل وبفعل غزارة وشراسة هذا العدوان سيكون الأمر غاية في الصعوبة. عزيزتي يعني دعيني، أنا مضطرة لأن أمي في هذه اللحظات، سلامتك وأمنك قبل كل شيء. نسمع، الله يحفظكم إن شاء الله.